نساعدهم. اخلص بقى ياد، احنا لازم نحاول نفرق بينهم. لو الواد فارس ده كان اكل من الاكل لوحده كنا هنفرقهم، وعمرهم ما حيوصلوا للوردة السحرية، لانهم عشان يوصلوا لازم يفضلوا صف واحد. يا عم مشرط. ايه عايز ايه يا عم مشرط؟ انا لسه جعان وعايز اكل. وماله يا اخوي؟ تعالى بس لو سمحت، ممكن تشممني ريحة الاكل تاني؟ بس كده اهو. ها ايه رايك بقى؟ حلو لك؟ هايل. جيب الأكل هون. حاسب يا معلمي. يا تنين يا تنين، بص لقينا ايه. أنا مش عارف أشكركم إزاي، بس إحنا عارفين عايزينك تعدينا من البوابة عشان نجيب الوردة السحرية. أنت مش محتاج تطلب طلب زي ده، أنتوا نجحتوا في الاختبار ومن حقكم أنكوا تاخدوا الوردة. يعني إيه؟ يعني أنتوا المجموعة الوحيدة اللي ما حاولتش تغشني ولا تخدعني ولا استغلت اني نمت عشان تعدي. انتوا كمان فضلتوا مع بعض صف واحد، وكل واحد فيكم ضحى عشان الباقيين، وعشان كده انتوا مش بس هتاخدوا الوردة، انتوا كمان نفدتوا بحياتكم. اتفضلوا، الوردة دي هتصحي الأميرة اللي نايمة، خلوها تشمها هتقوم على طول. وإيه اللي حصل بعد كده يا جدة بخيتة؟ لما الأصحاب فضلوا مع بعض قدروا يرجعوا تاني من الجزيرة المسحورة، وفي بيت الأميرة هنية شمموها الوردة السحرية. هنية بنتي حبيبتي. الحمد لله. ايه اني فين؟ انتي في بيتك يا حبيبتي، واصحابك دول هما اللي انقذوكي. الحمد لله. يلا بقى يا هنية قومي عشان تلعبي معانا. طبعا. على طول كده. وتوتة توتة فرغت